القوات المسلحة اليمنية عمليات عسكرية ضد السفن الحربية المعادية في البحر الأحمر، منها استهداف مدمرتين حربيتين أمريكيتين وذلك بعدد من الطائرات المسيرة. وقد حققت العمليات العسكرية أهدافها بنجاح بفضل الله. فيما نفذت القوات البحرية والقوات الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة عملية مشتركة استهدفت سفينة سي كلايدز في البحر الأحمر، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. استهداف السفينة جاء بعد انتهاكها قرار حظر مرور السفن المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، وذلك بتوجهها إلى ميناء أم الرشراش في 21 من أبريل الجاري بأسلوب الخداع والتمويه بادعاء توجهها إلى ميناء آخر وبعدد من الطائرات المسيرة. استهدف سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى سفينة ام اس سي أوراين الإسرائيلية في المحيط الهندي. اليمنية وبعون الله ثم بدعم وتأييد شعبنا اليمني العظيم وكافة أحرار الأمة مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم ودفاعا عن اليمن العزيز، وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا برفع الحصار ووقف العدوان عن الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة.